بسم الله الرحمن الرحيم. Service of Revolution Lecture Number 1. أولا إيه هو الأوبجيكتيف بتاعنا؟ إحنا عايزين ندرس نشوف إيه هي الإكزيستنج ستراكشرز اللي هي فيها Service Revolution الممبرين 3. بنركز على القباب اللي هي الدومز، وفي زي الدومز ما يسمى بوينت شيل وكونيكال شيل اللي هي الكون، والديتيلينج بتاع رينفورسمنت. أول حاجة surface evolution معناها إن السطح بيدور حوالين محور دوران. كمثال لو أنت عندك arc زي هنا هوت بيدور حوالين الأكس اللي هو الخط الرأسي ده، فبتكون النتيجة إن هي قبة. لو عندك straight line اللي هو الخط ده وبيدور حوالين محور دوران، فهيبقى ده بيبقى كون. يبقى الكون عبارة عن revolution of straight line about the vertical axis. الدومز revolution دوران circular arc about the vertical axis. هنا part of the cone يبقى جزء من الخط بيدور حوالين محور الدوران، يديك ال part of cones. ال existing structures ان service of revolution وقلنا كأشهر مثال ليها اللي هي القباب، تقدر تعدي بحور من 40 ل 50 متر، وطبعا ده حاجة كويسة جدا. وعلى فكرة لما هنشوف ان التخانة بتاعتها بتبقى تخانات بسيطة وحديد التسليح فيه قيمته قليلة جدا، وبالتالي هي اسقف ممتازة. العيب الوحيد ليها ان هي اسقف نهائية، بمعنى انك لما نشوف، وادي مثال اشهر مثال ليها القباب في المساجد، وهنشوف ان هي مثلا يعني مثلا مسجد زي ده فيه ادي مجموعة من القباب، وطبعا فهو دلوقتي ميزته انه بيعدي بحور كبيرة والتخانة بتبقى اقل، ولكن زي ما قلنا العيب الوحيد انها بتبقى اسقف نهائية في الغالب محدش فيها يقدر يطلع فوقيها، وفي نفس الوقت الاسقف دي بتبقى عليها اسقف نهائية مينيمم لايف لود ومينيمم فلورينج زي ما هنشوف، انما بتعدي بحور كبيرة صعوبتها طبعا عيوبها انها بتبقى في صعوبة شوية في عمل الشدة الخشبية. مثال من ضمن الأمثلة المشهورة للقباب مسجد الموجود في تركيا بتاع السلطان أحمدك في مصر، وده مجموعة من القباب. عندنا احنا برضو مساجد جميلة جدا في مصر وفيها قباب كويسة، سواء كان قبة كاملة او جزء قبة، زي مثال مثلا مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم، او مثلا مسجد الحصري في 6 اكتوبر وغيرهم وهكذا. اما نشوف بقى نقل الاحمال، ادي عندنا قبة، لو انا واقف في النقطة دي وبركز يبقى الريديوس بتاعنا اللي هو في النقطة دي اللي هو وليكن ريديوس R1، تقاطع هذا الخط مع الاكس اوف روتيشن يديني الريديوس R2. لو انا جيت عملت اي مقطع افقي هيبقى الريديوس بتاعه سمول R، يبقى احنا عندنا R1 اللي هو الريديوس بتاع الكيرف ذات نفسه، و R2 اللي هو الريديوس بتاع التقاطع مع الخط مع محور الدوران، و R2 هي الريديوس بتاع اي دايرة افقية. لو انا افترضت ان انا باخد السكشن ده هيبقى لو الزاوية دي ارتفاعه هنا فوق الارتفاع بتاعنا اللي هو Y، ده لو بدرس محور Z. ناخد بالنا ان الفورس بتبقى هنا فورس جاية ممبرين، في الممبرين ذات نفسه عبارة عن حاجتين، يا اما بتبقى في الشيل ذات نفسها وبنسميه ميريدونيان فورس، يا اما فورس عمودية عليها في اتجاه الحلقات ونسميها رينج فورس. لو انا خدت بريزم هنا اللي احنا مسمينه سمول دي اس، هنجد ان عليه فورس اللي هو بنسميها ان فاي، وان فاي دي بتبقى في اتجاه الريديوس ذات نفسه، وفورس تانية اللي هي ان سيتا، وده كأنها في اتجاه الحلقات اللي هي الرينج فورس. لو انا ببتدي اتكلم على الممبرين ثيري، الممبرين ثيري زي ما انتم عارفين هيبقى عبارة عن المنشأ بتاعي تخانة رفيعة بالنسبة للدايمنشن بتاعته، وان الفورس فيه بتبقى يا شد يا ضغط، وبتبقى اصلا في القشرة ذات نفسها. هنا ده examples هنشوف الجيومتري بتاعنا والساين اوف conventions اللي احنا بنتعامل معاه. لو انا عندي السيركل بالشكل ده، ادي قبة ما هياش كرة ولا حاجة، جزء منها زي ما قلت لك الradius بتاعها الاجمالي اللي بيعمل الكيرف اللي هو R1،
وتقاطع الريديوس مع محور الدوران هنسميه R2. لو انا خدت الزاوية دي سميناها فاي. لو انا خدت اي قطاع افقي هيبقى دايرة، الريديوس بتاع الدايرة دي سمول r. هناخد بالنا من مثلث فيثاغورس ان في علاقة بين سمول R2 وسمول r، ان r دي عبارة عن R2 ساين فاي. لو انا واخد بريزم من الشيل ده كده او من القشرة، هيبقى كأن الزاوية بتاعته اذا كانت الزاوية دي سميناها دي فاي باعتبار ان الزاوية دي فاي، فان هنا الزاوية دي على اي مسافة افقية من الخط للخط اللي بعديه تديني الزاوية دي سيتا باعتبار ان الزاوية اللي بعديها تساوي سيتا، يعني الزاوية الرئيسية اللي تحدد الخط سيتا، واي لو انا واخد انفينيتيزمال اريا تبقى الزاوية دي سيتا. بالنسبة للفورس زي ما قلنا، الفورس اللي عندنا هتبقى ميريدونيان فورس اللي هي في اتجاه القشرة، وفي فورس في الاتجاه اللي هو الحلقات اللي احنا هنسميها الرينج فورس. لو ادي هنا اللي هو ان فاي وان سيتا، ان فاي اللي هو لو انا ادي البريزم اللي انا بتكلم عليه اللي هو لونه اسود ده او متهشر، هيبقى ان فاي في اتجاه القشرة في اتجاه الشيل ذات نفسه، وان سيتا في اتجاه الدورانات اللي هي الحلقات الموجودة. في بقى بالنسبة للفورسز، الفورس ذات نفسها بي ار وبي فاي. بي فاي هي الفورس اللي في اتجاه القشرة مع معدل تغير الزاوية فاي، وبي ار اللي هي الفورس اللي طالعة اللي هي في اتجاه الريديوس اللي هو بي ار. يبقى بي فاي مع معدل تغير الزاوية فاي، وبي ار الفورس العمودية عليها. وطبعا اتجاهات الاسهم دي اللي هي ماشيه مع قاعده اليد اليمنى بتاعتها. يبقى زي ما احنا بنقول بقى في التسميات R1 وR2 اللي هما 2 radii of curvatures، خلاص، في الميريدونيال فورس وفي الرينج فورس. بي ار وبي فاي دول external loads per unit area برضو في اتجاه الريديوس وفي اتجاه الميريدونيال فورس. ان فاي وان سيتا دول internal force، يبقى بي ار وبي فاي ده الاكسترنال، انما ان فاي وان سيتا دول الانترنال فورس في الدايركشن بتاع الميريدونيان، خلاص، وفي الدايركشن الثاني. هنا بقى هنقول ان ان فاي دي انت عارفها الميريدونيان فورس بير يونت لينث اوف سيركمفيرنس من المحيط. يعني انا واخد بريزم كده وليكن سمول اريا او متر في متر فرضا، خلاص، فهيبقى عباره عن الفورس دي هنسميها سيجما فاي اللي هو الاستريسز في التخانة اللي هي تخانة الشيل. لو احنا قلنا الفورس ان سيتا ده رينج فورس بير يونت لينث من الميريدونيا، يعني نفس الكلام اللي هي الفورس ان فاي وان سيتا هتساوي الاستريسز سيجما اللي هو الاستريسز في التخانة، لان هنا التخانة انت بتضرب في ده بير يونت لينث وتضرب في التخانة عشان يديك الفورس. في الفاكتور الثاني اللي هو اتش، ده هنشوف مركبة ان فاي زي ما هنشوفها اللي هو الهوريزونتال ثراست بير يونت لينث من المحيط. يبقى انا وانا عايز اخد، لو انا خدت سامبل من قبة وزنها الاجمالي كابيتال دبليو اللي هو دبليو الرأسية، خلاص، الريديوس زي ما قلنا R2 اللي هو الريديوس بتاع الكيرف مع تقاطع محور الدوران، وسمول r اللي هي بتساوي R2 ساين فاي. الفورس دي اللي هتيجي في اتجاه القشرة هنسميها ان فاي. من الهندسة الفراغية او من الهندسة الهندسية، الزاوية دي فاي فهتبقى الزاوية دي فاي، لان الزاوية بين اي خطين بتساوي الزاوية بين العمودين عليها. وبالتالي ان فاي دي اللي هي في اتجاه القشرة هتتحلل لمركبة رأسية ومركبة افقية. المركبة الرأسية والمركبة الافقية، خد بالك المركبة الرأسية دي هتبقى ايه؟ ان فاي ساين فاي، انما المركبة الافقية هتبقى ان فاي كوساين فاي. دلوقتي لو انا عملت تشيك ان سيجما واي بتساوي صفر، ده معناها ان وزن القبة الاجمالي دبلو وهو احيانا يسمى دبلو فاي زائد السيجما الفورس الرأسية مركبة ان فاي الرأسية اللي هي ان فاي ساين فاي هضربها في المحيط، لان هي ده تامبر ميتر ران من المحيط، فاضرب في 2 باي ار ساين فاي، يبقى هي ان فاي ساين فاي في المحيط بتاعنا اللي هو 2 طهنق 2 باي ار، اللي انا ممكن اشيل ار 2 باي ار ساين فاي، وخلاص ده يطلع مركبة الفورس، خلاص، يساوي صفر.
يبقى المركبة الرئيسية، المركبة هنا. ومنها انت عارف ان R بتساوي R2 sin phi، يبقى معناها ان W او W phi زائد N phi sin phi مضروبة في 2 باي R، بدل ما اشيل R احط مكانها R2 sin phi، يعني هنا خد بالك sin و sin يبقى sin تربيع، او بمعنى اصح ان N phi بتساوي minus W او W phi على 2 باي R sin phi او على 2 باي R2 sin تربيع phi. يبقى المعادلة الأساسية اللي بنشتغل بيها إن N phi بتساوي minus W phi على 2 by R sin phi، خلاص. وزي ما أخدنا السكشن ده هو على محور Z، زي ما قلنا المركبة الرئيسية اللي هي N phi sin phi، المركبة الأفقية هتبقى N phi cosine phi اللي هي H. يبقى معنى قلنا إن H بتساوي N phi cosine phi، يبقى من المعادلة اللي قبليها، يبقى لو أنا قلت بتساوي ناقص W هنا على 2 باي ار، هنا في ساين وفي كوساين، يبقى تان فاي عشان من العلاقات المثلثيه. ويبقى الفورس كالاتي. هنلاحظ حاجه بقى دلوقتي، المركبه بتاعت ان فاي دي اللي هي ماشيه في الشيل ذات نفسها، زي ما قلنا متوزعه لحمل راسي وافقي اللي هو اتش. الحمل الراسي ده تمبر ميتر ران، عايز له كاميرا راسيه فيرتيكال بيم هي اللي هتشيله. يبقى الفيرتيكال بيم اللي هحطها تشيل القبة هتبقى شايلة الفيرتيكال فورس المركبة اللي هي N phi sin phi، زائد وزن الكاميرا اللي ذات نفسها اللي هتبقى شايلة القبة. وبعدين في قوة أفقية اللي هو H المركبة الأفقية اللي هي N phi cosine phi، هتحتاج horizontal beam. يبقى غالبا القبة هتتشال على vertical beam و horizontal beam. عشان اجيب العلاقات دي هناخد بس اكسرسايز سريع. ادي قبه، لو انا خدت سيكشن على منسوب معين الريديوس بتاعه سمول ار، وبالتالي وبعدين خدت انفينيتيزمال اريا تحتيه بشويه، فان خد بالك ار دي هتزيد سنه، هتبقى كانها ار زائد دلتا ار. لو انا حبيت اجيب الفورس، ناخد بالنا ان الفورس اصلا هتبقى اتش في ار، اللي هو لان الفورس دي تام بير ميتر ران، فبضربها بالراديوس عشان تجيب التوتال فورس في الزاويه دي ثيتا. لو انا طرحت وقلت سيجما اكس بتساوي صفر، يعني هطرح ده من ده لان دي الفورس، هقدر اجيب العلاقه. هنلاقي ان الرينج فورس ان ثيتا هنقدر نحسبها كالاتي، ان ثيتا في دي اس دي ثيتا بتساوي ادي الاثبات بتاعها. وبعدين لو انا قسمت على دي ثيتا هتبقى ان اس في دي اس بتساوي دي اتش ار في ار، زائد ادي المعادله خلاص. وبأوصل معانا ان في النهايه ان ان ثيتا اللي هي الفورس في اتجاه الرينج بتساوي معدل التغير ل اتش في ار بالنسبه لدي اس. هنلاحظ ان معدل التغير ان اكبر قيمه ل ان اس هتبقى مع اكبر قيمه لقيمه ار اللي هي ممكن تصل عند السنتر ذات نفسها. وبالتالي فور سمبلستي ان ماكسيمم ان ثيتا بتساوي اتش في ار ماكسيمم. ار ماكسيمم لو انا بتكلم عن قبه عباره عن نص كره، فتبقى ار هي اكبر حاجه اللي هو القطر. لو انا حسبت الرينج فورس، الاثبات هنا اثبات في العلاقات بين ان ثيتا وان فاي، حقيقه انا مش هندخل كتير في تفاصيله، لكن اهم نقطه ان هي دي المعادلة اللي احنا بنتعامل معاها، ان n فاي على r1 زائد n ثيتا على r2 بتساوي br. يعني انا النهاردة في القبة عندي قانونين فقط اللي بتعامل معاهم، ان n فاي بتساوي minus w فاي على 2 by r sin فاي، وان n فاي على r1 زائد n ثيتا على r2 بتساوي br. دول المعادلتين. في معادلة مستنتجة ان h بتساوي n phi cosine phi، وبالتالي اقدر اجيب الفورس n phi و n ثيتا. احنا قلنا اي فورس منهم بتساوي الاستريسز، يعني n phi بتساوي سيجما n phi في التخانة، وبالتالي اقدر اجيب الاستريسز في اتجاه القشرة والاستريسز في اتجاه الرينج ذات نفسه اللي هو سيجما phi وسيجما ثيتا. دلوقتي هنتكلم نقول لو انا واخد انفينيتيزمال اريا بمساحته الاريا دي ايه، وعايز احسب الاحمال، في عندي الديد لود اللي هو جي. احنا قلنا الفورسز اللي عندي بقى المركبات الرئيسية، بي فاي اللي هي الفورس الكومبوننت في اتجاه تغير الزاوية فاي،
بي سيتا الكومبوننت بتاعة الفورس في اتجاه الرينج ذات نفسها، وبي ار هي الفورس العمودية على الشيل. لو انا مسكت حالة الديد لود كمثال، الديد لود لو ده الاريا دي اي، يبقى اللود الرأسي بتساوي جي في دي اي. لو الزاوية دي فاي يبقى من التناظر هتبقى الزاوية دي فاي، فاذا هنلاقي الفورس اللي في اتجاه الرينج بتساوي بي فاي دي اي، بينما الفورس اللي في اتجاه الريتس هتبقى بي ار دي اي. تعال نساوي بقى، يبقى منها هتساوي لو انا جبت هنا جي، يبقى هنا الديد لود جي في الاتجاه دوت كده كوساين وكده ساين، يبقى هنا بي فاي هيطلع جي ساين فاي، وبي ار بتساوي جي كوساين فاي، بينما بي ثيتا اللي هي الفورس العمودية على الورقة هتبقى بتساوي صفر. ده نتيجة الديد لود. لو انا نتيجة اللايف لود، دايما اللايف لود بيبقى عندنا على الهوريزونتال بروجكشن، فلو اللود بتاعي سمول بي يبقى هنا اصلا على الاريا اللي هي دي انفينيتيسمال اريا، يبقى على الهوريزونتال بروجكشن هتبقى دي اي كوساين فاي. ادي الفورس بي، هنحللها الى مكونه تو كومبوننت، كومبوننت في اتجاه تغير الزاويه فاي اللي احنا هنسميها بي فاي، وكومبوننت وهي رايحه الريديس. هتلاحظ ان بي فاي بتساوي بي كوساين فاي مضروبه في الكوساين، دي هتتضرب في ساين فاي، يبقى كأنها بي ساين فاي كوساين فاي، بينما بي ار هتبقى بي كوساين فاي كوساين الزاوية، يبقى بي كوساين تربيع فاي. وبرضو زي ما قلنا ان بي ثيتا اللي هي الفورس اللي في اتجاه تغير الزاوية ثيتا عمودية على الورقة بتساوي صفر. هنا ناخد بالنا من الآتي، الأوزان لو أنا عندي قبة وباخد سيكشن مستوى أفقي بدرس المستوى ده، يعني لو انا باخد مستوى اهو وعايز ادرس القبة هيبقى فيه ايه، الاحمال دي تبقى ايه، الوزن اللي هو دبليو فاي قلنا او دبليو، هحسبه ازاي وزن القبة؟ نتيجة الديد لود جي، هيبقى جي على السيرفس، فيبقى جي في السيرفس اريا يديني توتال دبليو اريا، يعني دبليو فاي هي وزن القبة بالكامل عبارة عن الديد لود بتاعها في السيرفس اريا. لو انا عايز احسب اللايف لود، اللايف لود زي ما قلنا دايما على الهوريزونتال بروجكشن سمول بي، يبقى حاضره في البروجكتد اريا. لو عندي يبقى هنا احنا اتفقنا ادي الديد لود وادي عندك اللايف لود اللي في البروجكتد اريا. لو في مثلا اوب شايله ميه، يبقى دبليو فاي بتساوي جاما ووتر او جاما بتاعه السويل في الفوليوم. لو انا جيت احسب الديد لود، طبعا احنا عارفين الديد لود عباره عن وزن البلاطه اللي هو تي اس في جاما كونكريت زائد الفلور كفر، بي اللي هو اللايف لود، وده كله بالكيلو نيوتن بير متر سكوير او بالطن بير متر سكوير. بالنسبه للميه، وزن الميه اللي هو جاما اتش اللي هو الليكويد بريشر. هنا بس في نقطه مهمه قوي، هنلاحظ ان تخانه القبه في الغالب زي ما هنشوف دلوقتي تخانه بسيطه. بالنسبه للفلور كفر ده كأي سطح مايل، هنلاحظ ده لا يساوي الأسطح الأفقية في المباني. المباني ذات نفسها بتبقى أنت محتاج تعمل في السطح الأخير، في الدور الأخير بتحط خرسانات ميول للسطح، وبتحط طبقات عزلة، وبتعمل ميول في السطح عشان صرف مياه الأمطار. هنا هنلاحظ إن أنا مش محتاج كل الكلام ده كله، يبقى أنا أساسا الفلور كفر بيبقى في الحالة بتاعتنا دي مينيمم. زائد نقطة تانية، لأن السطح ده سطح مايل، فبيبقى اللايف لود بتاعنا هو المينيمم وليكن 50 كيلو جرام بير متر سكوير، يعني نص كيلو نيوتن بير متر سكوير. يبقى الملاحظة عندنا إن قيمة الديد لود هو عبارة عن مينلي وزن القبة اللي هو تخانة القبة في جاما كونكريت زائد الفلور كفر اللي هيبقى مينيمم وليكن 50 كيلو بير متر سكوير أو نص كيلو نيوتن بير متر سكوير. نفس الكلام بالنسبة لللايف لود، يعني هيبقى مينيمم وليكن 50 كيلو بير متر سكوير كمينيمم لايف لود. هنا دي من الكتب الهندسية بيدينا مجموعة أشكال، إذا كانت مخروط أو إذا كان جزء من مخروط أو إذا كانت دايرة أو جزء من دايرة إلخ أو أسطوانة، بيوريني دايما الفوليوم بتاعها قد إيه طبقا للعلاقات والسيرفيس إيريا بتاعتها، لأن إحنا قلنا عشان اجيب وزن القبه هو عباره عن اللود دبليو جي مضروبه في السيرفيس اريا.
ولو كانت شايلة مية يبقى جاما في الفوليوم، كمهتر في الفوليوم. ماشي. هنشوف بقى، المفروض ان انا عندي قبة وعايز اغطي بيها مساحة، فهنا القبة دلوقتي بيبقى عندي معلومات اساسية. اول حاجة البحر اللي انا هحط فيه القبة اللي هو الاسبان، وهنا في الحالة دي الاسبان هتبقى 2R. ناخد بالنا ان انا باخد جزء من القبة اللي احنا بنسميه طاقية كروية. الارتفاع القبة ده بيبقى الرايز F او Y. ليكون في هناك تناسب احنا اعتدنا ان احنا ناخد واي نسبة من الريديوس، يعني لو قلنا واي بتساوي الاسبان على من 5 لـ 8 او من 6 لـ 8 يبقى انا جبت ارتفاع القبة واي. هناخد بالنا ان انا عندي المعلومتين الاساسيتين، ان انا عشان اعرف احط القبة في الاريا المحددة يبقى ار بقت معروفة او 2R بمعنى اصح معروفة، وفي نفس الوقت ان انا الاسامشن بتاعي الواي انا بفرضه على اللي هو الاسبان بتاعتي على من 5 لـ 8. بالنسبة للقبة في الغالب زي ما هنشوف مش محتاجة تخانات كبيرة، فالتخانة بتاعتنا بتتراوح من 10 لـ 12 سنتي، خلاص في لغاية ديامتر في حدود 40 متر. تعال نشوف لو انا هاخد الحالة الاولانية حالة خاصة ان القبة دي تبقى جزء من اسفير. هنا في نقطة بقى، كونها جزء من اسفير يبقى الريديوس سمول R1 وسمول R2 هم يساوي قطر القبة ذات نفسها، يساوي الريديوس A، يعني التقاطع بتاع الزاوية ذات نفسها. احنا قلنا الريديوس مع محور الدوران اللي هنسميه A اللي كنا مسمينه R2، وفي نفس الوقت الريديوس اللي بيحدد الكيرف هو نفسه قطر القبة. هنلاحظ دلوقتي ان انا عندي معلومة كالاتي، زي ما قلنا ان انا لو هي سفير انا هاخد جزء من السفير اللي احنا اتفقنا عليه طاقية كروية. اذا الريديوس r سمول r انا عارفه، والارتفاع y ده انا اقدر افرضه. هل ممكن عن طريق الارتفاع y والريديوس سمول r اقدر اجيب الريديوس بتاع القبة؟ دي علاقة مثلثية هنقدر نجيبها دلوقتي بسهولة. الزاوية دي على فكرة فاي. العلاقة هتكون ايه؟ اول حاجة ان ده عشان هي سفير هتبقى R1 وR2 متساويين بتساوي ايه؟ سمول r دي بتساوي ايه؟ ساين فاي. يبقى y دي بتساوي لو انا حسبت المسافة الاجمالية كلها a هطرح منها الجزء السفلي ده اللي هو سمول z، يبقى y دي بتساوي a ناقص a كوساين فاي، يبقى a في 1 ناقص كوساين فاي. لو انا جيت خدت من معادلة فيثاغورس المثلث اللي هو r، يبقى r تربيع زائد z تربيع اللي هي بقية المسافة دي اللي هي a كوساين، خلاص اللي هي a ناقص y يعني اللي هي z يعني تربيع، يبقى a تربيع بتساوي r تربيع زائد المسافة الرأسية دي اللي هي هتبقى a ناقص y، يبقى a تربيع بتساوي r تربيع، هنفك القوس يبقى a تربيع ناقص 2ay زائد y تربيع. دلوقتي يبقى انا دلوقتي ممكن a تربيع و a تربيع يروحوا مع بعض، وهنا دلوقتي 2 دي تروح الناحية التانية، يبقى منها العلاقة ان a بتساوي small r تربيع زائد y تربيع على 2y. دي العلاقة اللي اقدر منها بسهولة اقدر اجيب الريديوس بتاع القبة اللي هو a بمعلومية سمول r اللي هو القطر اللي انا هحط فيه القبة والارتفاع اللي انا هفرضه. فهنا بقى السيرفيس اريا بتاعة الجزء بتاع السفير بيساوي السيرفيس اريا بتاعة سلندر ليها القطر بتاعه اللي هو كابيتال A والارتفاع بتاعها y. يبقى السيرفيس اريا بتاعة السفيريكال شيل بتساوي A بتساوي 2 باي A في الارتفاع y، اللي هو يساوي السيرفيس اريا بتاع سلندر ليها نفس الريديوس بتاع القبة والارتفاع بتاعها واي. زي ما قلنا هنيجي القبة ادي نص كرة سفير تحت تأثير الديد لود جي، فهيبقى دبلو بتساوي جي في اي، حيث الاريا سيرفيس اريا بتساوي 2 طه نق بتاع نصف القطر بتاعة القبة في الارتفاع بتاع السكشن اللي انا هاخده واي، 2 باي A في y.
طيب يبقى دبليو بتساوي 2 باي ايه، واي دي هتبقى بتساوي لو خدت عند اي سيكشن بتساوي ايه ناقص ايه كوساين فاي، عشان اجيب الارتفاع اللي احنا لو احنا قلنا عند ارتفاع ما واي من القبة هيبقى جي ايه ناقص ايه كوساين فاي مضروبة في جي. طب فاكر المعادلة بقى اللي احنا بتعاملوا عليها، ان فاي بتساوي ماينس دبليو فاي على 2 باي ار ساين فاي بتساوي ماينس، هاخد دبليو اشيل دبليو واحط العلاقة اللي احنا حاطينها، ناقص جي في 2 باي ايه، هطلع ايه من بره يبقى ايه في ايه في 1 ناقص كوساين فاي على المعادلة من تحت 2 باي ار ساين فاي. 2 باي هيروحوا مع 2 باي والايه هتروح مع الايه، يبقى جي في ايه في 1 ناقص كوساين فاي على ساين تربيع فاي. هنا خد بالك من العلاقات المثلثية ان ساين تربيع زائد كوساين تربيع يساوي 1، او بمعنى اصح ان ساين تربيع بتساوي 1 ناقص كوساين تربيع. لو انت حاولت تفك 1 ناقص كوساين تربيع في 1 زائد كوساين تربيع هنقدر نضيع 1 ناقص كوساين فاي، وتبقى المعادلة ان فاي بتساوي ماينس جي في ايه في 1 على 1 زائد كوساين فاي. دي العلاقة بتاعت ان فاي بدلالة الزاوية فاي. ناخد بالنا من نقطة مهمة قوي، ان الزاوية فاي دي تبدأ من عند الاكس اوف روتيشن بصفر وتقعد تزداد لغاية نص القبة اللي هو لغاية 90 درجة. فلو انا عوضت عند الكراون اللي هو اعلى نقطة من فوق ان فاي دي بتساوي صفر، معروف ان جتا صفر بواحد، يبقى هنجد ان فاي بتساوي ناقص جي في ايه في 1 على 1 زائد 1، يعني كأنها ناقص جي في ايه على 2. لو انا عايز احسب ان هي في نهاية عند السنتر بتاعة القبة السفير، يبقى زاوية فاي وصلت 90 درجة، معروف ان جتا 90 بتساوي صفر، يبقى ناقص جي في ايه على 1 زائد 1، يعني ناقص جي في ايه. او بمعنى اصح ان التوزيع بتاعنا عند زاوية فاي هتبقى ان فاي بتساوي جي في ايه على 2 وكمبريشن، وعند زاوية 90 جي في ايه وكمبريشن. وقاعدة عندنا ان فاي دايما كمبريشن، وبيطلع شكل التوزيع بتاعها بالشكل ده اللي هو جي في ايه على 2. تعال نجيب بقى ان سيتا، المعادلة التانية اللي احنا قلنا بنقدر نستخدمها، ان فاي على ار 1 زائد ان سيتا على ار 2 بتساوي بي ار. بس احنا عارفين ان ار 1 وار 2 بتساوي ايه، يبقى ان فاي على ايه زائد ان سيتا على ايه بتساوي بي ار، او بمعنى اصح الاي دي تروح الناحية التانية، ويبقى ان سيتا بتساوي ان فاي تروح الناحية التانية بالنقص، يبقى بي ار في ايه ناقص ان فاي. خد بالك احنا لسه حاسبين دلوقتي ان فاي بتساوي اللي هي جي في ايه في 1 على 1 زائد كوساين فاي، بس لما ضربت في الاشارة ناقص هتبقى بالزائد. وبالنسبة لبي ار احنا كنا حاسبينها بجي كوساين فاي مضروبة في ايه، يبقى المعادلة ان سيتا بتساوي ناقص جي في ايه كوساين فاي زائد جي في ايه في 1 على 1 زائد كوساين فاي. ناخد بالنا بقى من حاجة مهمة قوي، هنحسب ان سيتا بنفس الطريقة، نعوض مرة بالزاوية فاي بتساوي صفر، ونعوض مرة بالزاوية فاي بتسعين درجة. لو عوضنا بالزاوية فاي بتساوي صفر، جتا صفر بواحد هيبقى ناقص جي في ايه، وهنا زائد جي في ايه على اتنين، او بمعنى اصح ان هيبقى ناقص جي في ايه على اتنين، نفس القيمة بتاعت ان فاي عند الكراون. وده كلام منطقي لان هي نفس النقطة، يعني عند الكراون بتاعت القبة بقت جي في ايه على اتنين او ان فاي، وفي نفس الوقت ان سيتا جي في ايه على اتنين، وكلاهما كومبريشن. لما جينا نعوض بقى بالزاوية 90، جتا 90 بصفر، يبقى الترم ده هيروح وهيبقى جي في ايه في 1 على 1 زائد صفر، يعني كأنه بيساوي جي في ايه، يبقى كأن الاستريسز هيبقى بالنسبة لان فاي جي في ايه على 2، وعند نص القبة عند 90 درجة تبقى جي في ايه، وكلاهما كومبريشن. بالنسبة لان سيتا هتبقى عند الكراون ناقص جي في ايه على 2، بينما في تحت بيساوي زائد جي في ايه اللي هو بوتنشال، الاشاره بتتغير. الملاحظه دي تفهمنا ان فاي دايما كومبريشن، لكن ان سيتا جزء كومبريشن وبيقلب تنشن. طبعا
ما دام قلب من كومبريشن لتنشن يعني في نقطة بيساوي صفر. فأنا لو عوضت في المعادلة ان سيتا لما بتساوي صفر تبقى الزاوية بتساوي كام؟ هتطلع ان الزاوية فاي 51 درجة و54 من 100، يعني اقل من 52 درجة. معنى الكلام دوت ان لو كانت زاوية القبة اقل من 52 درجة وتحت تأثير الديد لود، فهيبقى كلا من ان فاي وان سيتا الاشارة بتاعتهم كومبريشن. لما الزاوية زادت عن 51 درجة او 52 درجة يعني هيبقى ان فاي كومبريشن، بينما ان سيتا في الجزء السفلي منها بيبقى تنشن. لو عايز احسب نفس الكلام عند تحسير اللايف لود، لايف لود بي تم بير متر سكوير على الهوريزونتال بروجكشن، برضو بنفس الطريقة. ادي هاخد القبة وهاخد نصها واعمل تحليل الفورس بتاعتي، هتبقى كالاتي: ان فاي بتساوي ماينس دبليو على 2 باي ار ساين فاي، او زي ما قلنا 2 باي ار 2 ساين تربيع فاي. هنا بقى دبليو بتساوي اللود ذات نفسه في الاريا ذات نفسها، مش في السيرفيس اريا، في البروجكشن. البروجكشن ده هيبقى باي تناقض تربيع اللي هي باي ار سكوير، خلاص، مضروبه في بي على 2 باي ار 2 ساين تربيع فاي. يبقى بتساوي، احنا خد بالك انا هقدر اشيل ار واحط مكانها العلاقه ان ار في اي حته بتساوي ايه؟ كوساين. ادي لو عايز اجيب ار ادي ايه؟ خلاص ساين فاي. يبقى ناقص بي في ار تربيع اشيلها واحط مكانها تبقى ايه تربيع ساين تربيع فاي على 2 باي ار 2 اللي هي هنقول مكانها ونشيل برضو هنلاقيها ساين تربيع فاي. اقدر اشيل ايه مع التربيع هيبقى، والساين تربيع تروح مع الساين تربيع، هنلاحظ ان العلاقة ان ان فاي بتساوي ناقص بي في ايه على 2. خد بالك ان الزاوية هنا مش ظاهر، يعني دي معناها ان ان فاي هتطلع رقم كونستانت سواء كانت عند الكراون او عند الفود بتاعت النص القبة. القيمة بتاعت ان فاي كومبريشن وقيمتها ناقص بي في ايه على 2. لو انا عايز ادرس بقى ال ان سيتا، اعوض في المعادلة ان ان فاي على ايه زائد ان سيتا على ايه بتساوي ناقص بي ار. بي ار بقى هشيلها واحط مكانها بالعلاقة بتاعتها ان بي ار بتساوي بي كوساين تربيع فاي. يبقى انا لو عوضت بي كوساين تربيع فاي ناخد بالنا، يبقى دي هتروح الناحية التانية، يبقى ان سيتا بتساوي ناقص بي في ايه كوساين تربيع فاي ده بالناقص زائد ادي ان سيتا، المفروض تقول ناقص ان فاي اللي هي اصلا كانت بالناقص، يبقى كأنها زائد بي في ايه على 2. برضو لو جينا نعوض ان الزاوية فوق بصفر، هنا العلاقة فيها زاوية، يبقى جتا صفر بواحد، يبقى ناقص بي في ايه زائد بي في ايه على 2، يبقى النتيجة بي في ايه على 2، وبالتالي هو نفس القيمة زي ما اتفقنا ان فاي وان سيتا في الكراون هيطلعوا زي بعض. لو نزلت بقى عند الزاوية 90 درجة جتا 90 بصفر، يبقى الترم ده بيروح، يبقى ان سيتا بتساوي بي في ايه على 2. هنلاحظ هنا بقى ايه؟ هنا ان فاي كانت ناقص بي في ايه على 2 وكانت كومبريشن وكونستانت، بينما ان سيتا بدأت من فوق بناقص بي ايه على 2 لكن قلبت بتنشن بزائد بي في ايه على 2. طبعا لما تبقى من ناقص لزائد يبقى في نقطة صفر. لو عوضنا ان ان سيتا بتساوي صفر واشوف الزاوية قد ايه، هنلاحظ ان الزاوية فاي بتساوي 45 درجة. الكلام ده بقى معناه ايه؟ ان لو الزاوية فاي اللي هتحددها قطاع القبة اللي انا واخده فاي كانت اقل من 45 درجة، يبقى كلا من ان فاي وان سيتا تحت تأثير الديد لود وكذلك تحت تأثير اللايف لود هيطلعوا كومبريشن. لو الزاوية كانت من 45 ل 51 درجة او 52 درجة، فهيبقى ان فاي دايما بكمبريشن وان سيتا هتبقى تحت تأثير اللايف لود، هتبقى فيها شوية تنشن في الجزء السفلي. لو الزاوية زادت عن 52 درجة هتبقى ان فاي زي ما قلنا دايما كومبريشن، لكن ان سيتا الجزء السفلي منها هيبقى تنشن. في بقى حاجة مهمة قوي،
دلوقتي ان القبه لما هنشوف ان قيمه الفورسز تطلع قيمه بسيطه قوي، سواء كانت ان فاي وان سيتا، لما يجي نحسب الفورس دي ونجيب الاستريسز هنجد ان الاستريسز يا اما مينلي كومبريشن او هيبقى احيانا نتيجه ان سيتا جزء منها تنشن حسب الزاويه، ولكن قيمه الاستريسز دي هتبقى قيمه واطيه جدا، يعني ممكن تبقى 4 5 كيلو على الجرام على السنتيمتر مربع، وده معناها ان في كومبريشن بقيمه بسيطه وكمبريشن، والخرسانه معروف انها تقدر تشيل كومبريشن ولغايه 50 60 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير حسب التخانه، ولذلك المفروض ان القباب ممكن تبقى التخانه بتاعتها في حدود 10 او 12 سنتي، يعني تخانه بسيطه قوي لان الاستريسز بسيطه، ولان كمان قيمه الاستريسز في الغالب هي كومبريشن مينلي، يعني معنى كده ان حديد التسليح هيبقى قيمته هو مينيموم، ولذلك القباب ذات نفسها بتتسلح مينلي بتخانة في حدود من 10 إلى 12 سنتي وبقيمة تسليح في حدود مينيمم وليكن 5 أو 6.8 برميتر فرش وغطاء. بس هنا في نقطة بقى مهمة، إن هيحصل للآتي، إن القبة دي متشالة مينلي على كاميرا اللي هي السيركولار بيم، السيركولار بيم دي أو الرينج بيم متشالة على مجموعة أعمدة، هنلاحظ في نقطتين، اتصال القبة وهي بتخانة بسيطة بالفيرتيكال بيم اللي هي ممكن تبقى قطاعها أكبر بكتير وليكن 25 في 60 أو مثلا كمثال أو أكتر، فهيحصل فيما يسمى كلامبينج مومنت عند اتصال بلاطة أو قشرة رفيعة بكاميرا جاسعة، فبيتولد شوية نيجاتيف مومنتس، ولذلك هنلاحظ إن أطراف القبة عند اتصال القبة بالبيم بتحتاج إن أنا يتولد فيه شوية مومنتس مش نورمال فورس بس، ولذلك أنا بزود التخانة، يعني لو بدأت القبة بعشرة سنتي ممكن التخانة في الجزء ده تبقى 14 أو 15 سنتي، ونتيجة المومنت اللي هنشوفه ده بنحط في الغالب تسليح علوي وسفلي. زائد إن في نقطة تانية هتبقى مشكلة بالنسبة لنا، زي ما قلنا إن القبة هتبقى مينلي عليها كومبريشن، بينما البيم ذات نفسها اللي هي ماسكه في القبه لان الكاميرا دي عليها احمال راسيه فيتولد فيها بيننج مومنتس بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى في سيكشنز او من الكاميرا عليها نيجاتيف مومنت نص وفي سيكشنز عليها بوزيتيف مومنت، فالاستريسز على الكاميرا بتتحرك ما بين الشد والضغط حسب مكان المومنت، ولذلك هيتولد في بيننج مومنت موجود. حلها احد الحلول ان انا انزل القبة وهي متصلة بالبيم بترانزيشن كيرف بمنحنى بسيط عشان الفورس تروح مينيمم، لكن في الغالب مش هو ده اللي هيحصل، لو انا عندي القبة زي ما قلنا المركبة بتاعت ان فاي بتحل الرأسي وافقي، الرأسي ده محتاج كاميرا اللي هي الفيرتيكال رينج بيم والافقي محتاج هوريزونتال رينج بيم، فادي القبة بتاعتنا الهوريزونتال رينج بيم ده هيبقى تامبر ميتر ران، في الحالة بتاعتنا اتش دي هتبقى كومبريشن بتضغط، يبقى النت فورس جوه البيم كابيتال اتش في ار ويبقى تنشن فورس زي ما هو معروف، ولذلك القبة عندنا يا اما بتبقى بتنتهي بفيرتيكال وهوريزونتال رينج بيم، يا اما ممكن جدا خلاص اضيع تأثير ان انا اعمل ترانزيشن كيرف، وده في الغالب بحولها الى فيرتيكال بيم بس بحاول اضيع اتش ان انا اعمل ترانزيشن كيرف، وده في الغالب مش هو الاسهل في التنفيذ. الكلامبنج مومنت اللي اتفقنا عليه زي ما قلنا، ادي القبة فيها فيرتيكال بيم وهوريزونتال بيم، الاتصال ده نتيجة ان قشرة رفيعة مع بيمز ستيف نسبيا يتولد نيجاتيف مومنتس، بس المومنت ده مش بيكمل بيموت، فالمومنت ده بياخد مسافة اكس وبيموت لمسافة قد تصل لاربعة اكس، فالمومنت ده هنا بيبقى حتى قيمته بتصل لإم على 7. لو حسبنا قيمة المومنت بيساوي B اللي هو اللود سواء كان B أو G يعني في X سكوير على 2، حيث X بتساوي 0.6 جذر RT أو RT، يعني هنشوف إن المسافة X دي قد تصل ل 80 سنتي أو متر بالكتير، وبالتالي أنا بمد القبة لمسافة تبقى ممكن 3 أو 4 مرات المسافة X وبتزيد فيها التخانة بالشكل ده. فلو كانت تخانة القبة TS ممكن بتزيد لمسافة
تصل اكس اكتر من اكس، يعني مرتين اكس ولا حاجة، وبيبقى التخانة ممكن 1.4 1.5 اكس تي اس. التسليح بتاع القبة زي ما قلنا المينيمم وليكن 5 او 6 فاي 8، اذا لم يتجد فاي 8 كهاي جريد ستيل بيبقى غالي شوية، فبنقول 5 فاي 10 ممكن. يبقى القبة اصلا بتتسلح بشبكة 5 فاي 8 او 6 فاي 8، او ممكن اخدها 5 فاي 10 بير متر فرش وغطى سفلي لانها شبكة واحدة، لكن بتزداد بشبكة علوية عند المسافة اكس ولمسافة ايه اللي هي حوالي مرة ونص اكس. انا عندي هنا بقى في اهل الفورس في تو كيسز، القبة هي موجودة ممكن تتشال على فيرتيكال رينج بيم وهوريزونتال رينج بيم. الهوريزونتال رينج بيم هتبقى رينج تنشن خلاص، وهي اللي هتشيل هوريزونتال فورس اتش، والفيرتيكال بيم اللي هتشيل ان فاي ساين فاي زائد وزن البيم، واجيب البيننج مومنت بتاعها واصمم الكاميرا عليها. ممكن تقابلني حاله ان انا مش محتاج اعمل هوريزونتال رينج بيم، يبقى القبه متشاله على فيرتيكال رينج بيم. لو هي متشاله على فيرتيكال رينج بيم هنلاحظ احنا عندنا مشكله، الفيرتيكال رينج بيم ما زالت هتشيل الفيرتيكال فورس اللي هو ان فاي ساين فاي زائد وزنها، لكن الهوريزونتال فورس اتش مين هيشيلها؟ هنلاحظ ان اتش دي هتتنقل للسي جي بتاع الكاميرا خلاص بنفس الفورس اللي هي اتش زائد مومنت. المومنت ده اتش في تي على 2، هنلاحظ المومنت ده بيعمل تورشنال على البيم. يبقى دلوقتي الحالة دي بتوجد عندي تورشنال مومنتس على الفيرتيكال بيم لو انا خدت القبة متشالة على vertical beam only. هنا هنلاحظ بقى الآتي، يعني كمثال لو ادي القبة هي وادي vertical beam، لو هي vertical بس يبقى الفورس n phi هتتحلل vertical و horizontal. ال vertical عارفين انه هيتشال بالبيم، لكن horizontal ده هيبقى محتاج ان هو يتنقل من مسافة h ل t على 2 ويعمل torsional moments. ناخد بالنا من حاجة مهمة، إن أي سيركولر بيم عليها تورشن، بطبع كونها سيركولر بيم يبقى عليها تورشن. فإذا البيم دايما سواء كانت فيرتيكال بس أو القبة على فيرتيكال بيم فقط أو فيرتيكال وهوريزونتال رينج بيم هي عليها تورشن. ولكن الملاحظة اللي هنلاحظها فيما بعد إن لو كان عدد السبورت اللي البيم دي متشالة عليه، يعني عدد الأعمدة أو السبورت عليها كبير، فإن قيمة التورشنال مومنت عليها تبقى قليلة. إذا كانت القبة متشالة على vertical beam only فهيبقى عليها تورشن نتيجة حاجتين، كونها circular beam هيبقى عليها تورشن، وقلنا لو عدد السبورت كتير ممكن هذا التورشن يهمل، ولكن في تورشن تاني نتيجة إن H force دي هتتنقل للسي جي بمسافة H في نص تخانة الكاميرا وبالتالي تورشنال مومنت. هنا بالنسبة للكاميرا ذات نفسها الفيرتيكال بيم، الفيرتيكال بيم دي هتبقى سبورت على مجموعة كاميرات على مجموعة أعمدة. هنا هنلاحظ إن المومنتس بتاعنا بيبقى دبليو ال سكوير على 12 كنيجاتيف مومنتس، ولو نزلنا بالبارابولا هيبقى البوزيتيف دبليو سكوير على 24، يبقى التوتال نيجاتيف مومنت دبليو سكوير على 12 على البيم والبوزيتيف دبليو ال سكوير على 24. ممكن نعمل ريديستريبيوشن في المومنتس ويبقى المومنت بوزيتيف ونيجاتيف متساوي بقيمة دبليو ال سكوير على 16، يعني المومنت اللي هو دبليو ال سكوير على 8 هيتقسم بين النيجاتيف والبوزيتيف ويبقى كل واحد فيهم دبليو ال سكوير على 16. بالنسبة للسبان احنا قلنا ان البيم دي متشالة على مجموعة سبورت، لو عايز اجيب السبان بتاعها يبقى هجيب المحيط بتاعها اللي هو 2 تغنق واقسم على عدد السبورت اعرف اجيب السبان بتاعة الايه الفيرتيكال. خد بالك ان ممكن القبة تبقى متشالة على بيم ولكن مش فيرتيكال، يعني هناخد حالتين، ادي مثلا القبة بالشكل ده وادي البيم مايلة في الاتجاه ده، هنحلل الفورس ان فاي الى فورس في، ما هياش فيرتيكال لكن في اللي هتبقى في البيم، وهوريزونتال. هتلاحظ هنا ان الهوريزونتال دي تنشن وفي نفس الوقت قيمتها اعلى من لو كانت البيم رأسية. يبقى هنا جبنا الفيرتيكال بيم دي اللي هتبقى برضو هي اللي رايحة للبيم دي وفي نفس الوقت زائد وزنها،
وهيبقى فيه هوريزونتال فورس اللي هو اتش، اللي هي هتبقى محتاجة تتنقل بفورس وتورشنال مومنتس. لو كانت عندي القبة مايلة والبيم مايلة بميل معاها او قريب منها قوي، فهنلاحظ ادي تحليل الفورس، ادي ان فاي هيتحلل للفورس في اتجاه القوة في اتجاه البيم وفي الاتجاه الافقي. ما زالت هنا اتش هتبقى موجودة وتنشن، بس ملاحظ ان قيمة اتش هنا في الحالة دي اقل من الحالة التانية. ناخد مثال تاني، لو انا عندي قبة من اليمين وقبة من الشمال او قبة مخروط زي ما هنشوف فيما بعد، فكل واحدة فيهم لو افترضنا ان الفورس تي واحد او ان فاي وان فاي هيتحللوا ازاي؟ ادي الفورس ان تي وان هتتحلل فيرتيكال وهوريزونتال، وادي الفورس تي اتنين هتحلل فيرتيكال وهوريزونتال. الملاحظة بقى ان التو فورسز دولت كفيرتيكال فورس على البيم، يعني البيم دي شايلة المركبة الرأسية في زائد في داش، لكن الملاحظة التانية ان التو هوريزونتال فورس عكس بعض، وبالتالي البيم هتحس بالهوريزونتال بفارق الهوريزونتال فورس. يعني اتش هنا هتبقى اتش نت بتساوي اتش داش ناقص اتش. قد واضح من الرسمة ان اتش داش اعلى، فهتبقى ساعتها رينج كومبريشن او هتبقى كومبريشن ما هياش تنشن. لو انا خدت مثلا حالة زي كده ان في القبة ممتدة او القبة او المخروط زي ما هنشوف بعدين، وادي البيم، فهنا الفورس ان فاي او تي واحد وتي واحد داش كمثال خلاص هيتحللوا فيرتيكال وهوريزونتال، وهنا هنلاحظ ان الفورس اتش دي داخله على الكاميرا مش خارجه، يعني هتبقى رينج كومبريشن. عشان الكلام ده يبان ادي الفورس، لو انا واخد جزء نص القبه مثلا الرينج بيم، ادي البيم اهي فيها فيرتيكال بيم وهوريزونتال بيم، ادي دلوقتي النورمال فورس هتتحمل ازاي. الفيرتيكال فورس احنا خلاص خلصنا منها، قلنا دي هتشال وزنها ان فاي ساين فاي زائد الاون ويت بتاعه البيم، لكن الهوريزونتال فورس قد تكون اتش كومبريشن وقد تكون اتش تنشن. فلو كانت الفورس للخارج بالشكل ده يبقى المحصله اتش في ار ده تنشن، وبالتالي لو انا قلت تنشن على اف واي على جاما اس جبت الحديد بتاعه الرينج تنشن. لكن لو كانت الفورس زي ما خدنا مثال من شويه هتبقى داخله على القبه، يبقى هتبقى رينج كومبريشن، يبقى اتش في ار وهيبقى كومبريشن، وتحلل كما لو كانت عمود، يعني اطبق عليها قانون العمود اللي هو 0.35 اريا كونكريت اف سي يو زائد 0.67 اريا ستيل اف واي، وان انا اتاكد ان حطيت فيها حديد لا يقل عن المينيموم اللي هي 0.6%. كمثال بسيط للقبه، احنا ممكن بنرسم القبه بالكامل او نصها او ربع او جزء من القبه، بس هنا في ملاحظه القبه مينلي التسليح بتاعها زي ما اتفقنا ان ان فاي دايما كومبريشن وان سيتا كومبريشن او يجوز في بعض الاجزاء تبقى تنشن، فهتاخد نسبه تسليح الفورسز الحديد كله لو ده جزء من القبه هيتنقل ان فاي يبقى رايح لغايه الكراون. طبعا الحديد كده هيبقى غابة جامدة من الحديد، فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل شبكة ممكن تبقى متر ونص في متر ونص او اتنين في اتنين ايا كان، ويبقى الحديد بيتنقل في الريديال وبيقف عندها. طبعا كل ما الحديد بيخش ويقرب من الريديال القطر بيقل، المسافة بتقل قوي، فبقص الحديد عند مجموعة ريديس، يعني ممكن يكون عند ربع الريديس عند نص الريديس وهكذا، على اساس ان المسافات ما بين الحديد ما تقلش جدا عن المساحة المطلوبة. ده بالنسبة لان فاي، وان سيتا بيبقى دواير موجودة على القطع. طبعا خد بالك ان دايرة قد تكون كبيرة، فيبقى السيخ بطوله وليكن 12 متر، ونعمل سبلايس لينس. ده كله في البوتوم رينفورسمنت. بيبقى فيه في التوب رينفورسمنت تسليح زي ما قلنا لمسافة اكس او اكتر شوية صغيرين من اكس، وبيبقى التسليح شبكة العلوية اللي هي فرش وغطا برضو بنفس القيمة. ده لو كانت سنجل مش التسليح اهو. في بعض الحالات بتبقى القبة تخينة شوية، فممكن جدا اعمل التسليح دبل مش سفلي وعلوي، انما يعني الوضع الطبيعي ان هي شبكة واحدة سفلية والزيادة في الشبكة في الاطراف. لو كانت القبة دي قبة شايلة خزان مية او يعني فيها متأثرة بتخانق في مية يعني وكده،
خلاص يعني أرضية خزان أو ما شابه ذلك، فطبعا التخانة بتاعتها هتبقى كبيرة، وهيبقى التخانة في الحالة دي هيبقى التسليح رئتين علوي وسفلي، وبرضو بالشكل اللي قدامنا زي ما قلنا بنعمل شبكة تسليح مربعة ونقابل الحديد عندها، وطبعا لما الريديوس بيقل بنبتدي نقطع في الحديد. ادي الشكل العام بتاع التسليح لو كانت وان مش، وهنا لو كانت دبل مش. برضو مثال تاني، ادي هنا بس الحديد هو زي ما قلنا في ارتجاه الريديوس جاي كده، وادي المش اللي اتفقنا عليها خلاص بيتقابل عندها. بالنسبة للرينج فورس طبعا الراديال ده هيبقى تانجنشال، هيبقى تسليح طويل قوي، فهيبقى اسياخ ويحصل ده ايه ديفلوبمنت لينث بين الحديد، يعني الاسياخ بتقابل بعضها بحيث ان الطول يبقى في حدود ال 12 متر ماكسيمم المتعارف عليها لاطوال الحديد، واعمل سبلايس لينث في حدود ال 60 فاي لو كان شد، وال 60 و40 فاي لو كان ضغط. وادي منظور لشكل تسليح قبة، زي ما قلنا ادي المش اللي فوق والحديد بيقابل عندها وبيتقطع عند كذا فراغ، سواء كان في اتجاه الريديوس او في الاتجاه التاني اللي هو الرينج.